هذا جنس هذا هذا من نيجيريا. هذا مالي ها؟ لا نيجيريا. مالي يا جنس مالي. كاميرا التصوير. كاميرا التصوير. جنس. كاجيز النقلات. شوف نيجيريا. نيجيريا. نيجيريا مالي. هذا ما سارقين من محل. هذا سارقين من بيوت الناس ومن المحلات. هذا يقول لي اجهزة النقلات. يروحوا به هم. لقيناه في جيوبهم وفي ممتلكاتهم من ضمن الاشياء اللي سارقينها كلها مسروقه من معنا من مصراتة محمد بوشعالة عضو اللجنة الإعلامية لشباب ثورة 17 من فبراير. سيد محمد، تحرير مصراتة لم يمنع مواصلة القصف من قبل كتائب القذافي عليها، كيف تبدو الأوضاع فعليا في مصراتة في ظل هذه المعادلة؟ أخي الكريم، قوات القذافي ما زالت تحاصر مدينة مصراتة، ما زالت متواجدة في منطقة الدفنية، في جنوب تخوم منطقة الغيران، في كذلك في منطقة طمينة. الآن تجري معركة كبيرة في آخر معقل لهذه الكتائب في شارع طرابلس، حيث قام توار هذا اليوم بتحرير شارع طرابلس بالكامل، ولم يتبقى لهم إلا هذا المعقل في مبنى المستشفى الخاضع للصيانة منذ سنوات. الآن تدور معركة كبيرة هناك، حيث يقوم التوار بتحرير هذا المكان وتطهير شارع طرابلس بالكامل من كتائب القذافي. كذلك قوات الكتائب لازالت تتواجد في كلية العلوم، حيث قامت توار بمحاصرتها بالكامل وتطهير وتحرير مبنى كلية التقنية، والآن يحاصرونهم في كلية العلوم. إذن قوات كتائب القذافي لم تنسحب، بل هي تخسر المعركة، هي اندحرت وخسرت في مصراتها. النظام القذافي استشعر هذه الخطوة مبكرا وقام بكذبة سياسية يخدع بها العالم من خلال قوله أنه سينسحب من مدينة مصراتة. هو كان على اتصال بكتائبه المحاصرة في مدينة مصراتة، وأيقن أن معركته في مدينة في شوارع مدينة مصراتة خاسرة، وأنها في غضون ساعات سوف تعلن للعالم أمام الصحافة العالمية أنه خسر هذه المعركة. لذلك كان هذا الموقف بأنه أعلن أنه سينسحب من مدينة مصراتة. وأنا هنا بالمناسبة أوجه الرسالة هذه للنظام القذافي، أقول له إذا كان أنت ستنسحب من مدينة مصراتة، اسحب قواتك من منطقة طمينة، من تخوم منطقة الغيران، من منطقة الدفنية. هذه رسالتي للنظام الليبي إذا كانت نيته صافية، ولكن هو يمارس الخداع والكذب باستمرار، وهذا ما عرفه العالم. يعني لنفهم إذن طبيعة الصورة فعليا، كتائب القذافي ما زالت موجودة في كلية العلوم، وما زالت موجودة في مكان ما بالقرب من شارع طرابلس، كما تقول شارع طرابلس تحرر بالكامل، لكن هذه النقاط الثلاثة التي ذكرتها، الدفينة، غيران والضمينة، على ما سمعت، هل هذه المناطق تعتبر أساسية واستراتيجية بالنسبة لمصراتة، وما تأثيرها على المدينة والأحياء السكنية فيها؟ أخي الكريم، قوات القذافي بالنسبة لشارع طرابلس انسحبت واندحرت إلى آخر معقل لها في مبنى مستشفى الخاضع للصيانة، هذه بالنسبة لشارع طرابلس، وهو في وبالنسبة لكلية العلوم فهي موجودة الآن بعد فلولها في كلية العلوم، وهي محاصرة في كلا المكانين. بالنسبة لمنطقة طمينة تعتبر هي المدخل الشرقي لمدينة مصراتة، وتبعد حوالي 20 كيلو متر عن وسط المدينة. بالنسبة لمنطقة الدفنية هي المدخل الغربي لمدينة مصراتة، والتي تحادي مدينة زليطن، وتبعد حوالي 30 كيلو متر عن وسط المدينة. هذه مداخل وهي أساسية، وتستخدمها الآن وتستخدم كتائب القذافي متواجدة الآن في هذه المناطق مدفعيتها في قصف المدينة. اليوم قصفت مدينة مصراتة بالجراد صباح هذا اليوم، ولا زال القصف مستمر بالهاون وكافة أنواع المدفعية تدك بها هذه الكتائب التي تحاصر مدينة مصراتة. هل هذه المناطق تقول تقصف من هذه المناطق كتائب القذافي تقصف مدينة مصراتة؟ المعركة كانت متركزة في شارع طرابلس في المستشفى وفي كلية العلوم حيث تحاصر الكتائب. هل في هذه المناطق الثلاثة التي تعتبر استراتيجية ومداخل لمصراتة أيضا تدور
معارك بهدف تحريرها أم ما زالت تمسك بها بقوة كتائب القذافي؟ هي تتمركز فيها وتوجد فيها قوات كبيرة لكتائب القذافي. نوجه نداء إلى قوات التحالف بأن تستهدف هذه القوات التي تتمركز في هذه المناطق. طبعا هناك هناك بعض المعارك تدور في منطقة الغيران عند التخوم الجنوبية لمدينة مصراتة، ولكن هذه الكتائب ما زالت متواجدة في مبنى سوق العرب وهو في الضاحية الجنوبية لمدينة مصراتة، كذلك في الكلية الجوية. وهنا نوجه نداء كما سبق أن وجهت إلى قوات التحالف أن تستهدف. نحن نشكر جهود قوات التحالف ونطلب المزيد من الضربات العسكرية للقوات التي تحاصر مدينة مصراتة في طمينة وفي تخوم الغيران.